سؤال وأكثر من جواب. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم على شاشة البابطين الثقافية. كثيرة هي الأسئلة التي تمر في حياتنا ولا نجد لها جوابا واحدا، ولأن الحقيقة لا يمتلكها أحد بعينه فنحن نبحث عنها عند الكثيرين، ونترك القناعة لكم أعزائي المشاهدين من خلال برنامج سؤال وأكثر من جواب. حلقتنا اليوم تطرح السؤال الآتي: هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه في رؤية 2035 لتكون الكويت في الصدارة، ووضع سموه آمالاً كبيرة على الشباب. باعتقادك، ما المطلوب من الشباب ومن أفراد المجتمع لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع؟ نوجه هذا السؤال إلى ضيفينا الناطق الرسمي باسم هيئة العامة للشباب الأستاذ محمد سعد العلوش والأستاذ سليمان المقاطع، أخصائي تدريب بدائرة تنمية القوى العاملة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. نبدأ مع ضيفنا الأستاذ محمد علوش الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب، تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالاهتمام الدائم بالشباب وأنهم الثروة الحقيقية للوطن وأنهم مبعث الرجاء ومعقد الأمل، وهناك توصيات ورؤية وهي رؤية 2035 بأن الكويت ستكون مركز مالي واقتصادي في المنطقة، فلذلك الاهتمام في دولة الكويت بعنصر الشباب هو الاهتمام الأكبر والأمثل، واللي دائما هيئة الشباب ودولة الكويت بشكل عام تهتم فيه. لذلك الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص توجههم حاليا هو الاهتمام بالشباب، لذلك في المقابل لابد من أن الشباب يكونون دائما متواجدين في الساحة، والشاب الكويتي دائما مميز، إذا أخذ الفرصة فدائما تجدونه في الصدارة، فلذلك إحنا دائما نراهن على الشاب الكويتي وأنه سيحقق الرؤية اللي كانت موجودة من قبل حضرة صاحب سمو أمير البلاد وحكومة دولة الكويت، وبإذن الله الكويت بشبابها ستنمو وستزدهر، وبإذن الله الكويت ستكون الرائدة في المنطقة إن شاء الله بحلول عام 2035. شكراً لضيفنا الأستاذ محمد علوش. ننتقل بعد الفاصل إلى ضيفنا الأستاذ سليمان المقاطع، أخصائي تدريب بدائرة تنمية القوى العاملة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. أعزائنا، نعود إليكم من جديد وبرنامج سؤال وأكثر من جواب، وسؤال اليوم هو: هناك توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه في رؤية 2035 لتكون الكويت في الصدارة، ووضع سموه آمالاً كبيرة على الشباب. باعتقادك، ما المطلوب من الشباب ومن أفراد المجتمع لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع؟ نتوجه به إلى ضيفنا الثاني سليمان المقاطع، أخصائي تدريب بدائرة تنمية القوى العاملة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. مرحبا بك أستاذ سليمان. مساكم الله بالخير. نعم، هناك توجهات سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظ الله ورعاه في رؤية 2035 لتكون الكويت في الصدارة. نعم صحيح، هناك ركيزة أساسية وهي محورها يدور بين الشباب، فالإنتاجية لا تتحقق بالفعل إلا بالشباب لأنها ركيزة مهمة بالدولة وهم أيضا عماد الأمة، بالتالي التركيز عليه في خطاب سمو الأمير يعكس إيمان قيادتنا الرشيدة بدور الشباب ونظرتها الثاقبة للمستقبل، وجاء خطاب سمو الأمير متزن وهادئ ومتعقل يضع الأمور في نصابها، فهو خطاب مباشر واضح ودقيق وفيه مشاركة للرعية وفيه تحفيز للشباب كمواطنين القيام بدورهم عبر
تفعيل قيم العطاء ورد الجميل للوطن الذي لم يبخل على أبنائه. فهناك اهتمام كبير من الدولة بالتعليم، إيمانا من القيادة الرشيدة بدور التعليم في إعداد الشباب للانخراط في كافة المهن والقطاعات، حيث يتولى التعليم إعداد الشباب وتأهيلهم علميا قبل ربط سوق العمل بهذه الكوادر الوطنية للمساهمة في بناء التنمية القائمة على الاستثمار في الإنسان. فهناك عدة برامج لدينا في الشباب، وعي وثقافة، حيث تعد الثقافة العلمية من الوسائل المهمة في تنمية الوعي العلمي في أوساط الشباب. ونحن في بلادنا الكويت نحتاج إلى تزويد شبابنا وإرشادهم إلى مصادر الثقافة العلمية، حيث تتطلع الكويت إلى إنشاء جيل واعي ومثقف يستطيع أن يكون مسؤولا واثقا من نفسه، قادر على التعبير عن نفسه والانخراط في البحث العلمي للاستفادة من جميع الخبرات المتاحة لهم. وهناك التنمية المستدامة لمستقبل الكويت الطموح لتلبية احتياجات الحياة اليومية. تهدف خطة التنمية لدولة الكويت المنبثقة عن تصور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح لرؤية دولة الكويت بحلول العام 2035 إلى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام. لذا تم اختيار مبدأ التنمية المستدامة كمحور أساسي نستخدمه في مؤسساتنا الحكومية، وهو يتماشى مع خطة التنمية لدولة الكويت. وبناء على ذلك أعدت هذه عدة دورات لدى الطلبة المشاركين فيها للشعور بأهمية مبدأ الاستدامة، وخصوصا باعتبارهم الجيل القادم الذي سيعمل على تطور الدولة وأعمارها، حيث هناك عدة أمور تتطلب من الشباب الكثير الكثير. ولكم جزيل الشكر. شكرا لضيفنا الأستاذ سليمان المقاطع، أخصائي تدريب بدائرة تنمية القوى العاملة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية. أعزائي، أرجو أن تكونوا قد حصلتم على إجابات كافية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، أستودعكم على أمل اللقاء بكم مجددا في أمان الله.